الكاتب المسألة. الكبير أستاذ يوسف القعيد، مساء الخير يا أستاذ يوسف. أهلا، مساء الخير يا لميس. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، أهلا بيك يا أستاذ. بص يا لميس، الأول يعني ما جرى لك وما جرى لأحمد موسى ولريهام سعيد ضريبة عمل، وحاجة لازم نتقبلها ولا ننزعج منها، وما نروحش بيوتنا ونقفل علينا وإلا نبقى حققنا لهم انا اللي هم جيت عايزينه. اهو، انت شايف انا جيت اهو، ده كويس كويس، يعني بالعكس ده كلام ده لازم تلميذة يتقال. الاستاذ يعني ما ينفعش. لأنه المهندسين، يعني المهم كل ده لا يزيدنا إلا صلابة الحمد لله ما شاء الله. وقوة. يعني أنا بسلم على ضياء رشوان وعلى سيادة اهلا اللواء استاذ اللي هم يوسف. ضيوفك في الاستوديو. ايوه وأنا كاتب بعد بكرة في الأخبار مقال عنوانه حلاوة روح أم نقلة نوعية جديدة، لأن أنا حقيقة شديد الانزعاج، وأنا شديد الانزعاج من يوم الجمعة، من الثلاث عمليات اللي تمت يوم الجمعة، ومحتار هل دول بيمروا بمرحلة حلاوة روح بعد ما أوشكوا يتهزموا في سينا فقرروا يبقى العاصمة هدفهم، ولا نحن أمام نقلة نوعية جديدة لابد أن نستعد لها. أتمنى أن ما تكونش نقلة نوعية جديدة، رغم إحساسي أن من المحتمل أن يكون ده هو الصحيح، إنما لازم نعمل وقفة مع النفس حقيقية طبعا في كل المناحي. يعني أنا منتهش أن ضياء رشوان، وهو رجل يعني له باع في هذه المسألة، بيتكلم عن تجديد خطاب ديني. لا خالص، لا، أنا سمعت كلمة تجديد الخطاب لا الديني لا، انا اعترضت يا ضياء. عليها، ده انا هو معترض عليها معترض، تمام. معترض على ده. انا الحمد لله، يبقى لا متفقين، متفقين يبقى يا عم يوسف. متفقين، يبقى متفقين. عمليات الترقيع، عمليات القص واللزق لم تعد تبدي. احنا محتاجين نراجع حياتنا ابتداء من اشياء كثيره، وانتهاء حتى عند اجراءات التامين اللي بتؤمن بها الاماكن التي قد تكون مستهدفه لمثل هذه العمليات. المساله بالغه الخطوره، طبعا وهذا الحادث يعني مخيف في دلالاته وفي محتواه وفي رمزيته، وايضا مجرد ان هم يختاروا النهارده معناها، اولا الاخوه المسيحيين عندهم صيام، وهذا الصيام يدفعهم الى كثره التردد على الكنائس، ومعاهم اطفالهم شيء كنوع رهيب، من شيء بشع. التدريب والتمرين، فدول ناس عندهم معلومات حقيقيه قد لا تتوفر الا الاجهزه او لدول. انا لا اعفي الاخوان، وما بحبش ابدا اقول عليهم المسلمين، لا اعفيهم ابدا من هذا، لكن الامر اصبح اكبر واصبح اخطر، ولازم نعمل مراجعه شامله بما فيها انه 5 سنوات من المحاكمات لم يعدم احد صح. منهم، وقاعدين نتلكأ وقاعدين سايبينهم بياكلوا بط ووز في بيتخانوا، السجون. بيطلعوا لنا تخان كل مره. وبيتفرجوا علينا، فيعني لازم نراجع كل شيء وبحسم، بعيدا عن اي رؤيه عاطفيه، بعيدا نعم. يعني الوطن في خطر، في مواجهه عدو لا احنا عارفينه ولا احنا شايفينه نعم. ولا عارفينه بيتحرك ازاي، نعم. وبعدين تخطيط ناس محترفين وليس هواة. شارع الهرم، ثم الطريق الدولي في كفر الشيخ، ثم طريق الغاز اللي رايح في الصعيد المنيا، عند المنيا، ثم القاهرة تاني، قلب القاهرة، قلب القاهرة، وفي مكان رمزي رمزي، هذه الكنيسة أقدم كنيسة في مصر، الكاتدرائية اللي جنبها رمز حقيقي من رموز الإخوة المسيحيين في الشرق الأوسط كله، أكاد تكون أهم كنيسة في شمال إفريقيا وربما في إفريقيا كلها. فده اختيار وتخطيط، وكونهم يجيبوا سيدة تزق قدامها عجلة كأن العجلة دي فيها طفل أو طفلة وتغطيها وتدخل، يعني دي مسائل دي حاجة احنا جديدة، دي يعني يعني دي معلومة جديدة يا أستاذ يوسف. هي فعلا كان في سيدة بتزق عجلة و أنا كان هنا زميلي في البرلمان الدكتور سمير غطاس، كان هناك وقال لي ان امراه دخلت امامها عجله بتاعه اطفال وزقها قدامها ودخلت من باب السيدات، لان هذا الباب يقل اجراءات الامن فيه كثيرا جدا. لا محدش بيتخيل يعني سيده ارهابيه. يعني في اجراءات امن في باب الرجال، لكن باب السيدات بتبقى يعني في درجه من التساهل ودرجه من، وبعدين حالة الصيام، يعني كل ده أدى إلى هذه الغفلة الشديدة اللي لازم نواجهها، ومش عيب إن احنا نواجهها ونواجهها بشكل جيد
جدا جدا جدا. نعم. اخطر حاجه بتهددنا دلوقتي الانقسام. صح. صح. النظر الى انه في مسلمين وفي اولا هم قبل ما يروحوا الكنيسه ب 48 ساعه كانوا في جامع، وكانوا في جامع في مكان مهم جدا، وراحوا قبل الصلاه وفرق التوقيت انقذ مصر، لان المصلين بيصلوا حوالين الجامع بشكل كامل، ولو تم التفجير ده اثناء الصلاه. وانا اللي ابلغني هذا الكلام ايضا الدكتوره احسان سعيد الباحثه في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، اللي هي ساكنه جنب المسجد مباشره، مسجد السلام. مسجد السلام، فيروحوا مسجد وبعد المسجد يروحوا كنيسه. لا طبعا ده تخطيط واضح، ده تخطيط واضح. وكلاهما في صلاه. ايضا نوعيه المتفجرات واحده في الحالتين. صحيح. يعني المتفجر هنا هو المتفجر هنا تماما في الحالتين. ربنا سلم انه تفجر. نعم. المسجد قبل الصلاه واثناء وصول نقطه الارتكاز، انما المره دي طبعا دخلوا الصلاه قائمه، وهذا لا يمنع من تكرار ده، ولازم نعتبر نفسنا. نعم. في حالة حرب، ونغلص في البرلمان عندنا نتمنى العقوبات ونعيد النظر في إجراءات التقاضي. نعم. ولازم يبقى فيه وقفة حقيقية، وأنا ضميت صوتي لصوت سمير غطاس اللي طلب جلسة عاجلة. نعم. غدا يحضرها وزير الدفاع، يحضرها وزير الداخلية، يحضرها وزير العدل، من أجل بحث إيه المطلوب وإيه اللي لازم يحصل للبلد علشان نخرج من هذا المأزق الرهيب بأقل الخسائر الممكنة. بشكرك أستاذنا أستاذ يوسف القعيد.